لمناسبة عيد القديس مارون ترأس البطريرك الراعي قداسا احتفاليا في طرابلس ورفع الصلوات على نية السلام في المدينة. من طرابلس وبالتحديد من كنيسة القديس مارون رفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصلاة على نية السلام في لبنان والشرق الأوسط، وأمل خلال ترأسه القداس الاحتفالي لمناسبة عيد شفيع الطائفة أن تنعم طرابلس بالسلام والاستقرار. ونصلي بنوع خاص من أجل مدينة طرابلس لكي تنعم بالأمن والسلام وتحافظ على ميزتها الحضارية في العيش معا بانفتاح ورقي بعيدا عن النزاع والتفرقة والعنف. ولأن اضطرتنا أحداث مؤلمة على تأجيل زيارتها المطولة لجميع مكوناتها، فإن طرابلس وأهلها باقين في قلبنا وصلاتنا ومحبتنا. وجئنا اليوم بمناسبة عيد القديس مارون وعيده وطني جامع لكل اللبنانيين لكي نؤكد تقديرنا للمدينة وشعبها. الراعي توجه بالتحية إلى قادة طرابلس السياسيين والروحيين لما يبذلونه من جهود لحفظ المدينة، آملا في هذا الإطار العودة السريعة للمفتي مالك الشعار إلى المدينة. وكان الراعي وصل إلى طرابلس عصر الجمعة بمواكبة أمنية مشددة وبتدابير استثنائية اتخذها الجيش.